سيب المهفهف على الخدود يطير والبسم حزق هيصطادك اللي ريقه بيجري ويقتلك. أقدم هذا اللقاء الأخير وسميته لهذا وجبت الإجازة، قد أعود بعدها أو لا أعود. حياتك غالية عليكي، اخرجي من بيتك أفة. مبروك عطية بقى، لو عايز الخيمة يروح يعيش فيها، احنا مش هنلبس خيم ومش هنعيش في خيم علشان الدولة المصرية دولة قانون.